بأن تحتضن الشعب بأن تحتضن أبناء الشعب. نحن الآن لسنا نريد لا فوضى ولا أي شيء، نريد فقط الإدماج، نريد فقط الكرامة، نريد فقط الكرامة. أساتذة فرض علينا التعاقد. اليوم انظروا ماذا يحدث لنا، انظروا ماذا يحدث لنا، لأننا نريد أن نخير. أين هي ثروات البلاد إذا كانت لم تصرف على التعليم؟ أين هي ثروات هذه البلاد اليائسة إذا كانت لم تصرف على الصحة؟ ماذا نحن فاعلون؟ اليوم الشارع، غدا الشارع، بعده الشارع. لن نستسلم، لن نستسلم. من حرر المغرب لن تستطيعوا أن ترهبوه ببعض من رجال الشعب. وأسفا لن ترهبونا، لن ترهبونا. كل يوم كغدا الشارع بيننا، الإدماج أو الممات. نحن على عهد واحد، الإدماج أو الممات. ولو الموت اليوم قطرة دم من الأستاذ تساوي شغلة المغرب، والله الموضوع بغينا نكون أساتذة بجامع الحقوق مثلنا مثل الأساتذة الآخرين، ليس أستاذ مرسم وأستاذ متعاقد. وهذا من كونترا، وهذا ما نريد. لن نستسلم، وخططنا ما نفكيش.